يا هلا مرحبا فيكم من خلال هذا البرنامج برنامج مساء الخير الكويت. نبدا معاكم اولى مساحاتنا الحواريه حيث نلتقي مع الدكتور محمد قاسم استشاري مؤسسه الكويت التقدم العلمي واستاذ مساعد بكليه الدراسات التكنولوجيه سابقا. حياك الله دكتور وشكرا على قبول هذه الدعوه. الله يحييكم. شكرا لكم. مشكورين. مساء الخير دكتور وحياك الله معنا في مساء الخير يا كويت. دكتور اليوم انتشر لك فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب، فيديو مثير للاهتمام صراحة، يبين أثر التباعد الاجتماعي. ودنا لو تكلمنا عن أثر التباعد الاجتماعي على صحة الفرد وعلى البنية التحتية الصحية. ممتاز. احنا طبعا قاعدين نتابع الحين الأخبار وقاعدين نشوف الدول اللي ما اتخذت الإجراءات مباشرة شنو صار فيها. نعم. أعداد الناس اللي أصيبت بالمرض كثيرة جدا وقاعد ينتشر إلى درجة أن المستشفيات مو قاعدة تلحق عليهم. يعني احنا شفنا بالصين بنوا مستشفى جديد في خلال ايام معدوده بس عشان يلحقون على الوضع اللي صاير عندهم. نعم. فشنو الحلول لهذا الشيء؟ جريده الواشنطن بوست حطت مقاله رائعه جدا وعرضت فيها مجموعه من الاشياء اللي تبين اثر التباعد الاجتماعي على البشر وشلون هذا ياثر على البنيه التحتيه مالت المستشفيات حتى والاطباء وغيره حتى ما يتعرض كثير من الناس للاصابه في حركتهم. نعم. وبذلك يأثرون على البنية التحتية. فخلونا نشوف السلايدات اللي أكثر من سيناريو موجود. عندنا إيه عندنا كذا سيناريو راح نتكلم عنه. فإذا يحطون لنا السلايدات إن الحين إن شاء الله توصل رسالة حق مخرجنا وفيديو خاص بالمحاكاة. يعني محاكاة لطريقة المرض هي والانتشار. بالضبط. هي أربع محاكات. المحاكاة الأولى راح تكون أن الناس تمشي بالشارع بشكل عادي. الحين قدامنا هذه المحاكاة. النقطة البنية اللي تشوفونها هني عبارة عن الناس اللي فيهم المرض وقاعدين ينقلونه للآخرين السليمين. الرمادي السليم. وإذا شفت وردي على الشاشة نعيدها مرة ثانية دكتور مرة ثانية عشان بس نعيد تعيدون اللقطة مرة ثانية. هذا صار هذا بدايتها. فعندنا هني اللون الوردي يعني قاعدين الحين يتشافون. نعم. بس المهم في هذا الموضوع أن نطالع الكيرف الرسم البياني اللي موجود فوق. نعم. هذا الرسم البياني يبين تسارع إصابة الناس بالمرض. إيه نشوف الارتفاع شديد. شديد جدا. هذا البني لبداية الفيروس. هذا إيه أنت إذا ما حطيت الناس في البيت ما قلت لهم قعدوا في البيت وراح يصير عندنا تسارع في المرض المستشفيات ما تقدر تتحملهم. لا تنسوا أن هذه اللقطة هذه عبارة عن محاكاة مو حقيقية ولذلك واحدة من عيوبها أنها ما تبين لك أعداد الموتى. زين هذه قاعد تبين لك أنها قاعد تشافون. زين خلونا الحين ننتقل حق السلايد رقم 2 اللي يصير في حجر صحي نشوف شنو تأثيره على الناس. اوكي نبدل السلايد رقم السلايد الثاني اذا ممكن مخرجنا. اي السلايد الثاني هذا يبين لك على فرض ان عندك هالخطين هذيلا عباره عن حجر للناس المرضى ما يطلعون الى الخارج اللي صار الشاشه. اي فاذا فتحنا الحجر الناس المرضى ممكن ينتقلون في المجتمع ويرد مره ثانيه المجتمع يتضرر. وايضا هناك ارتفاع وان ما كان قوي في البدايه إلا أن في النهاية أيضا يرد يرتفع وبسرعة الوردي كبيرة. الوردي شنو دكتور؟ الوردي الناس اللي قاعد يطيبون يتشافون. زين يتشافون لأن بالأخير أنت عندك ناس يتشافون من المرض وعندك ناس طبعا يتوفون. دكتور لاحظنا أن الكيرف هني مو بقوة السيناريو الأول. بالضبط. خوش. نعم. ملاحظة هذه وفعلا هذا اللي يصير بالحجر الصحي شوية يخفف لكن يظل لما يرد المجتمع ينفتح مرة ثانية على طول هذا المرض يصعد. زين فخلونا نروح الحين على السلايد الثالث علشان تبين النقطة الثالثة وشنو تأثير إن الناس تقعد في بيوتها. وهذه نصيحة الكويت والحكومة إن الناس تقعد في بيوتها. إذا خذنا 25% فقط من الناس طالعين برا والباجين قاعدين في البيت تلاحظ المرض ما قاعد يصعد بنفس السرعة. نعم. قاعدين نحاول نسطح هذا المنحنى. ليش؟ عشان تعطي فرصة للفرق اللي قاعد تشتغل في المستشفيات أن تلحق عليهم. فأنت الحين قعدتهم بالبيت الناس يتشافون وبالتالي ما ينقلون المرض حق غيرهم وهم قاعدين حتى لو مرضوا هو في البيت مثلا وشيء خفيف ما ظهرت عليه أعراض كبيرة ماكو مشكلة يظل في البيت لحد ما يتشافى وبعدين هو أصلا يصبح إنسان غير ناقل للعدوى. زين هذا المنحنى تشوفه منخفض والأمور ماشية من أحلى ما يكون. نعم. نأتي للحالة الرابعة اللي هي أحسن حالة يعني مو أحسن حالة كل مالها أفضل. وتحسن إذا إحنا كل مالنا نقلل من خروج الناس من البيوت ويلتزمون باللي تأمر فيه الحكومة. دكتور صح. نقدر نعتبره السيناريو المثالي. هذا السيناريو الأكثر مثالية من السابق. نعم. تلاحظون أن الحين ثمن الناس يعني نص الربع اللي قبل شوية طالعين ثمن الناس طالعين برا البيت بقية الناس قاعدين داخل البيت محافظين على أنفسهم الإصابات جدا قليلة
الإصابات اللي صارت تطيب بعد فترة، والنقل للمرض قليل جدا، فيعطي راحة للمستشفيات، يعطي راحة للأطباء علشان يعالجون الناس اللي محتاجين العلاج في أسرع وقت. نعم، ونلاحظ الكيرف مستوي تقريبا. بالضبط، هذا وهذا المهم. هذه أهم نقطة في الواشنطن بوست ذكرتها، أن الهدف مو أن الإنسان ما يصاب في المرض، قد نصاب ما ندري، ولكن على الأقل إذا كنا قاعدين في البيت إحنا قاعد نحمي البنية التحتية من أنها تنهار. نعم. وعلى فكرة يعني أنا قبل كم يوم قاعد أطالع مقابلة مع دكتور في إيطاليا قاعد يقول إحنا على وشك الانهيار، لأن أعداد الموتى عندهم كثيرة، وأذكر يعني أنا ما أدري إذا فعلا وصلوا إلى الحد النهائي للانهيار، لكن واضح أنهم عليهم ضغط كبير. هذا طبعا يؤكد إجراءاتنا سليمة اللهم لك الحمد، إجراءات الحكومة، حكومة الكويت، من خلال عملية طبعا الجلوس في البيت وعدم الاحتكاك وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. لذلك هذه إجراءات هي حتى إجراءات منظمة الصحة العالمية وتم تطبيقها بفعالية بالكويت دكتور. وهذا اللي حاصل. أنا سعيد جدا صراحة، إذا تبون صراحة، الكويت أنا أعتبرها نمبر 1 في العالم في هذا الإجراء. هذا إشادات حتى إشادات رسمية الصحف العالمية. أنا يعني أقول لكم مستغرب، كأن أنت قاعد طالع فيلم سوبرمان، تعرف لابس البدلة مالته ولابس نظارته، وفجأة فسخ النظارة وفسخ البدلة مالته وملابس سوبرمان طلعت وقام يطير. يعني فعلا الكويت شيء مشرف اللي سوته، والناس اللي قاعد تشتغل سواء في الداخلية سواء في وزارة الصحة سواء في الوزارات الثانية، والإعلام كذلك شغال بشكل ممتاز جدا في نشر المعرفة والاهتمام في تعريف الناس بالفيروس، تعريفهم بالنظافة وغيره من الأشياء هذه، ففعلا رائع جدا دكتور. هذا أيضا يقودني إلى سؤال مهم بعد طبعا التذكير في هذه المحاكاة الخاصة بعملية انتشار فيروس كورونا من خلال الفيديو اللي تفضلت وشرحته. نتكلم عن إيجابيات العمل عن بعد. إحنا حاليا شو اللي قاعد يصير، الناس بما أنها قاعدة في البيت فلازم توفر لها أدوات التعلم عن البعد. إحنا في الكويت عندنا أتوقع أننا شغالين عليه وشغالين عليه بشدة، يمكن وزارة التربية الحين مستنفرة على هذا الموضوع، بس إذا تروح حوالين العالم راح تشوف أن كثير من الدول خذت هذا الموضوع بجدية وتحركت بسرعة بحيث أن تعطي التعليم هذا عن بعد وتخلي الطلبة موجودين في البيت ومرتاحين وما تضيع عليهم السنة الدراسية. فصايرة في بعض الأماكن في الدول، والحين إحنا عندنا أيضا شغالين في هذا الموضوع عشان أن الحكومة تقدر أيضا تسيطر على الوضع وتخلي جميل. هذه فكرة عام بدأت الآن خلاص، هي بادية. أنا ما أدري بالكويت عندنا متى كفكرة موجودة، كفكرة موجودة بكل تأكيد، وأنا متأكد أن شغالين عليها، لأن أنا أدري أيضا من ضمن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أيضا شغالين على هذا الجانب مع وزارة التربية. جميل، فيا فور شورنا شغالين. نعم دكتور، حاليا مع التوصيات ببقاء الناس في منازلهم، وطبعا نحب نحرص على هذه المعلومة، صارت المعلومة جدا مهمة، فما هي التطبيقات الناشرة للمعلومات في الوقت الحالي؟ خل أقول لكم الحين المعلومات جدا مهمة، في عندنا جانب إيجابي وجانب سلبي. نعم. عندنا إحنا نبي دائما إيجابي. لا لا، بس بقول أنا سلبي علشان نبه الناس عليها. خلنا نبدأ بالسلبي. تبي بالسلبي؟ السلبي عشان أخذ إيجابي. السلبي إنه حاليا التواصل الاجتماعي فاتح مساحة واسعة للكتابة عن المواضيع اللي تعتبر علم زائف. فقاعد تنتشر أفكار غير صحيحة في هذا الموضوع طبعاً. شائعات وإشاعات، والناس قاعد تستقبلها وتعتقد أنها صحيحة. على سبيل المثال أنا شفت خبر يعني انصدمت. شوف أوكي، قبل لا أقول لكم عن هذا الخبر، أكو شيء أنا أول شيء يعني هذا الشيء اللي شفته، وأكو أشياء البسيطة العادية البسيطة، مثلا يقول لك اشرب شاي أخضر مال الصين، مع أن الصينيين ما حد قال لهم شربوا شاي اكبر كمان تشرب انزين، او مثلا على البهارات والبهارات او ملح وماي او مثلا، يعني كل واحد يعطي فكره من عنده شيء كمون ذا كل واحد يقترح اكلات انزين. المشكله الاخيره اللي انا شفتها، وهذه اقوى واحده شفتها، بعض الدكاتره اللي مو منتبهين ارسلوها وانا انصدمت منها صراحه. واحد من الناس باللغه الانجليزيه طبعا، طبيب او يدعي انه طبيب على الاقل، وحط اوراق علميه وكانه الصج، وحط الموضوع وشرح فيه وفصل، وبعدين كان يقول شلون الحين تتعالجون. طبعا عطى البيولوجيا وشلون يصير المرض في الجسم والنظريات العلميه، فيعطيك ايحاء وكان هذا موضوع حقيقي. طيب شنو الفكره اللي يبي يسويها؟ اخذ استشوار وشغله على الحار، ويجيب بخاخ في ماي وترشي على انفك، والسشوار
ينفخ على الأنف عشان تقتل الجراثيم وتقتل فيروس كورونا. أنا انصدمت شلون مثل هذه المعلومة تنتشر بين الناس على أنها علم وهي ليست إلا علم زائف. فإحنا ما نبي العلوم المزيفة تنتشر، نبي نسمع للجهات الرسمية، منظمة الصحة العالمية، عندك الحكومة عندنا هني قاعد تنشر المعلومات الصحيحة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قاعد تنشر المعلومات الصحيحة. فإحنا ما نبي نسمع الأشياء السلبية علشان نتفاعل مع الموضوع بشكل صحيح. هذا السلبية، زين الإيجابية؟ الإيجابية أن كل نشاطات التواصل الاجتماعي اللي موجودة حاليا فعلا قاعد تستغل بشكل سليم. جميل. يعني الوزارات المختلفة قاعد تحط الإعلانات وإحنا قاعدين ندعمها، يعني من خلال التويتر مالي أو من خلال المواقع المختلفة، والمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أيضا قاعد تنشر على مواقعها الأخبار المستجدة عن الموضوع، متابعات سريعة ومعلومات صحيحة. كل الشكر لك دكتور محمد قاسم على هذه المعلومات اللي استفدنا منها أكيد اليوم. متابعينا، فاصل وراجع لكم.